اصلا كنت انا بعمل ما بتاخده يعني البامب والكسب والكلام ده كله، كنا المفروض ناخد سكشن ازاي نحسب الكوست او البامبنج سيستم، الكوست كله ازاي تحاول نثبت الاي والكلام ده، بس الكلام عن الكوست ما بياخدش سكشن كامل. فمعلش انا هعكس، هاجي الكلام ده بكره مع الكوست ان شاء الله. النهارده هدخل بشرح معاكم اللي هو السيستم كيرف والبامب كيرف والكلام ده كله. احنا ان شاء الله غالبا شغالين يوم الاثنين اخر السنه. يعني هما ثلاث اسابيع اللي فاضيين، صح؟ ثلاث اسابيع اللي فاضيين. يعني هو على الاقل الاسبوع ده الاسبوع اللي جاي شغالين يوم الاثنين ده عشان نعرف حتى الاسبوع اللي فات اللي غبت فيه. اخر اسبوع بقى ايه اللي هيحصل فيه ما عنديش بقى اي فكره، بس غالبا غالبا هنشتغل ثلاثه عشان بقى نقفل المنهج لو في اي بيشن او في اي افكار هتتقال والكلام ده كله. اوكي؟ مبدئيا هو انت لحد هنا ده كده ازاي؟
لما باجي اتكلم على التوتال انرجي هو عباره عن مجموعه ثلاث حاجات، زد زائد في على جاما زائد في سكوير على الجي. طيب الزد هو المسافه من اي من اي نيجاتيف لحد السنتر لاين بتاع المنصوره، فخلاص مش فارق معايا زد، هو ادالك منسوب المنصوره على 18.9 زائد في على جاما، هو قال لك ان البريشر هيد جوه المنصوره بكام؟ ب 15 متر، ادي كده اللي هي مين على طول؟ يبقى البي على جاما هي دي يا 15 متر قصدي هي دي على طول البي على جاما. طيب في سؤال على اليمين دي، هل في انرجي بتساهم معايا في المفروض اخدها؟ لا ليه؟ مع الميه ماشيه كده بس انا ماشيه كده بالظبط، عشان الميه اصلا ماشيه في اتجاه عمودي على السبوره، وانت بتسحب ميه في اتجاه ايه؟ اللاين مع السبوره، فانت اصلا ما استفدتش كميه الميه اللي ماشيه دي. طب لو انا كنت عايز استفيد بيها كنت عامل ايه؟ كنت ادخل الماسوره واعملها بزاويه بحيث يبقى الميه وهي ماشيه سرعتها اتحولت من في لصفر، يبقى ساعتها الفي سكوير على 2 جي اتحول من فيلوسيتي هاد اتحول لايه؟ لبريشر هاد. بس هل يا جماعه منطقي ان كل عماره تروح مدخله الماسوره بتاعتها جوه الماسوره العموميه وعامله فيها زاويه كده بالمنشر ده؟ اكيد لا، اكيد ده مش مسموح. انت اخر بيبقى الماسوره العموميه هنا بتعمل بس فيها فتح صغير على قد الماسوره اللي انت هتسحب منها. فهل انت استفدت من فيلوسيتي هاد جوه الماسوره؟ ما استفدتش بيه، عشان كده ما ينفعش تاخد معاك في الاعتبار. يبقى انا لما اجي اقول ناقص منسوب الهيدروليك جريدنت لاين في السكشن تانك ده هيساوي كام؟ هتيجي تقول عباره عن الزد اللي هو 18.9 ده كده المنسوب زائد في على جنب اللي هي مين؟ اللي هي 15. سمعت حد قال لي 15 على طول؟ لا، لازم تاخد كمان معاك الزد، يعني انت عندك جريدنت اللي هو هنعتبر عند منسوب صفر، لازم تاخد كل الانرجي لحد مين؟ الهيدروليك جريدنت لاين، فتاخد الزد زائد في على جنب، ما تاخدش بس معاك مين؟ في سكواد على الجنب. فدي بس الفكره، حد عامل فيها سؤال؟ تمام. طيب ندخل بقى على السكشن بتاع النهارده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، عايزين نتكلم على يعني ايه سيستم كيرف، يعني ايه بامب كيرف، وازاي اعمل ديزاين للمسور. طيب اول حاجه عاملينها عشان تعمل ديزاين للمسور، خد بالك من حاجه ان الاوبت من ديزاين بيحصل لما سرعه المياه بتتراوح من 1 لـ 1.5. ده ليها دعوه بالايه؟ ليها دعوه بالقص بتاع السيستم ده كله. هو انا يا جماعه كل ما بكبر الدايمتر بتاع المسوره كل ما ايه بيحصل؟ لا سيبك من لوس دلوقتي ككاست، لو انا بتكلم على تكلفه كل ما اخترت دايمتر اكبر كل ما تكلفه المواسير مالها زادت. تمام. طيب كل ما كبرت الدايمتر التكلفه بتاعت التربه هيحصل فيها ايه؟ كده هتقل، لان انا كل ما كبرت المواسير كل ما ريحت شويه، يبقى ده معناها ان انا محتاجه تربه مالها، محتاجه تربه اصغر، فالكاست بتاعها هيبقى هيقل. طيب الاوبريتنج كوست اللي هو التكلفه بتاعت الكهرباء برضه كل ما كبرت الدايمتر بتاع المواسير كل ما الاوبريتنج كوست هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد ليه؟ هيقل، لان انت برضه كل ما كبرت الماسوره كل ما ريحت فوق احتجت ترومبه اصغر، اكيد الترومبه الاصغر استهلاكها الكهرباء منها اقل. هم قعدوا درسوا الكلام ده كله لقوا ان احسن دايمتر اللي يخلي لك السرعه من 1 لـ 1.5 ده اللي كان انتظار، لان انت عندك لما بتكبر دايمتر في حاجات سعرها بيزيد وفي حاجات سعرها بيقل، فانت مش عايز تكبر قوي ولا عايز تصغر قوي، فاحسن دايمتر بيطلعلك لما تبقى السرعه بتتراوح من 1 لـ 1.5. يبقى انا غالبا في المساله اول سؤال بساله لك بقول لك مثلا ديزاين البايب لاين، ديزاين البايب لاين انت هتعمل ايه؟ هتروح اول حاجه فارق خلاص من 1 لـ 1.5، فانا لما بشتغل بحب خلاص اثبت نفسي على حاجه، انا هفرض ان السرعه ب1.5 اروح اطبق الكونتينيوتي ايكويشن اقول يبقى الكيو بتساوي الاريا في الفيلوسيتي، الكيو ده لازم هتبقى جيفن زي ما اتفقنا ده حسب الابلكيشن، والفيلوسيتي انت فارضها بكام؟ 1.5، شيل الاريا وحط مكانها باي دي سكوير على 4، بيطلع مجهول واحد بس هنا اللي هو مين؟ الدايمتر، جبت الدايمتر. طيب هل الدايمتر ده دايما بيطلع برقم صحيح؟ لا، بيطلع مثلا 1.33، يطلع مثلا 4.2، يطلع اي رقم. طب انت لما بتروح تشتري موازين، هل انت بتوصل الدايمتر بالظبط على اللي انت عايزه؟ لا، انت بتلاقي المصنع بيطلع لك موازين يقول لك مثلا القطر بتاعها بطلع متر، متر ونص، مترين، 3 متر وهكذا. فانت لما تيجي تختار هتختار الدايمتر الاكبر ولا الاصغر؟ يعني مثلا انت طلعت لقيت محتاج دايمتر 4.2 متر، طبعا ده كبير جدا بس فرض محتاج 4.2 متر، والكومبشن دايمترز الافيلبل مثلا 4.5 و4، اختار 4 ولا 4.5؟ ولا الاقرب؟ اكيد اختار 4.5، اختار الدايمتر الاكبر، لان انا كده كده بدي فرض اقصى سرعه انا ما بسمحهاش، فانا يا جماعه لو اخترت الدايمتر الاصغر ايه اللي هيحصل في السرعه؟ هتزيد السرعه، هتزيد لو انا اخترت الدايمتر يعني ده احنا قلنا يعني السرعه مالها هتزيد. طب انا عايز السرعه تزيد عن 1.5؟ لا، لان انا اصلا بدي الفرد ب 1.5. تمام؟ طيب فده الديزاين حاجه
مختلفة، يعني مش شرط كلكم تختاروا نفس الدرجة، ممكن انت صح وزميلك يبقى صح. فعشان غالبا اللي بيصلح الاخطاء ان انا في واحد عايز يمشي عليه مش عايز الاخبار الكتيرة، فاحتمال كبير غالبا انا بقول لك مثلا انا عندي سيستم معين الدايمتر بتاعه اكس، الدايمتر بتاعه نص متر، الدايمتر بتاعه متر، علشان اوحد الحاجة وشوفها. فقلت دي ما تلخبطكش، جالك جبت الدايمتر خلاص تمام، انت بس عديت الخطوة بتاعت الديزاين. قال لك اعمل ديزاين، انت عارف تعمله ازاي. طيب ندخل بعد كده على حاجة اسمها بامب كاركترستيك كيرف. اول بقى هنا الكلام ده مهم جدا تبقى فاهم الكونسيبت. يعني ايه بامب كاركترستيك كيرف؟ دلوقتي لما انا بروح اشتري ترومبا، ينفع اقول للراجل لو سمحت اديني ترومبا تديني مثلا كيو معين ما اتش معين؟ مفيش حاجة اسمها كده. لما بنزل اشتري ترومبا مفيش حاجة اسمها انا اروح للراجل بتاع الترومبات اقول له لو سمحت اديني ترومبا تديني مثلا كيو 5 متر مربع في الثانية ومصيرها اتش 10 متر. مفيش حاجة اسمها كده ولا هيك. انت لما بتنزل تشتري ترومبا بتشتريها بايه؟ تقول له مثلا عايز ترومبا 10 اقسام، عايز ترومبا 5 اقسام، كام؟ الهورس باور بتاعها، او بتقول له عايز الباور بتاعها بكام؟ فانت لما بتشتري ترومبا يا جماعه انت غالبا بتروح تشتريها بالهورس باور، يعني الترومبا دي القدره بتاعتها او الباور بتاعها هو ده غالبا من الاسئله. طيب تفتكروا الباور كان بيساوي ايه؟ القانون بتاع الباور كان بيساوي ايه يا جماعه؟ كان بيساوي جاما في الكيو في الاتش على 75. لو انت عايز تطلعها بالهورس باور او كده خلاص لو هتطلعها بالوات، يعني مش بتكلم دلوقتي في اليونتس. فالباور بتاعنا بيساوي جاما في الكيو في الاتش. طيب ده انبوت باور ولا اوتبوت باور؟ لو جاما في الكيو في الاتش ده كده باور بتاع مين يا جماعه؟ بتاع الميه. يبقى ده الاوتبوت ولا الانبوت؟ يبقى ده الاوتبوت. لو انا عايز اجيب الانبوت باور اللي هو بتاع الكهرباء يبقى ده اسمه على افشنتي او اسمه على برضه مش ده موضوع دلوقتي. ده انا عايز اوصله الباور بتاع الكهرباء غالبا ثابت، الجاما في الكيو في الاتش الرقم ده هو اللي غالبا ثابت. انا نازل اشتري ترومبا مثلا 10 اقسام. طيب ال 10 اقسام دول ممكن يبقوا يديليفر، ممكن يطلعوا لي كيوهات كتيره جدا مع اتشات كتيره جدا. طب العلاقه ما بينهم طرديه ولا عكسيه؟ يعني دلوقتي الترومبا دي عشان تطلع لي مثلا 10 متر مكعب في الثانيه هتطلع لي 10 متر مكعب ديسشارج يناظرها مثلا 10 متر. طب لو نفس الترومبا عايزاها تطلع لي 20 متر مكعب في الثانية، يبقى الدليفري هتزيد ولا هيقل؟ لازم هيقل، إن في الآخر محصلة الجامعة في الكيو في الاتش يبقى ثابت. فلو الكيو زادت لازم يجي على حساب مين؟ لازم يجي على حساب الاتش. فالباور كاركترستيك كيرف، يعني إيه باور كاركترستيك كيرف؟ هو علاقة ما بين حاجة اسمها الكيو دليفري، خلي بالكوا أوي من المسميات، هي في الآخر كلها كيو اتش. بس خلي بالكوا من المسميات، حاجة بسميها كيو ديليفرد مع الهيد ديليفرد، يعني الترومبا دي هتطلع كيو مع اتش قد ايه. فزي ما اتفقنا مع بعض كل ما الكيو زادت هيجي على حساب مين؟ هيجي على حساب الاتش. طب كل ما الاتش زادت هيجي على حساب مين؟ الكيو. فعشان كده البامب كاركترستيك كيرف دايما بيطلع حاجه بالمنظر ده، لازم يطلع حاجه نازله. ده معناها ايه؟ اي نقطه من الكيرف دول ده معناها ايه؟ ان الترومبا دي تعرف تو ديليفر الكيو ده مع الاتش ده. طيب تاني يا جماعه اي نقطه على الكيرف ده معناها ايه؟ ده معناها ان الترومبا دي بتعرف تو ديليفر. يعني ايه تو ديليفر؟ يعني تطلع لي الكيو دي مع الاتش دي. نفس الترومبا تعرف تطلع لي الكيو اكبر شويه بس زي ما اتفقنا يبقى الهيد ديليفر هيجي هيبقى ماله؟ هيقل. لازم يجي على حساب الهيد. فعشان كده دايما اي باور كاركترستيك كيرف لازم يبقى نازل. يعني لو اي باور كاركترستيك لو حد رسمني في الامتحان باور كاركترستيك كيرف طلع خلاص المساله كلها طارت، لو حد من الاول مش فاهم. طيب يبقى ده كده باور كاركترستيك كيرف هو علاقه بين مين ومين؟ علاقه ما بين الكيو ديليفرد ومين؟ والهيد ديليفرد. بعد كده يا جماعه لما نيجي نرسم مش هنقعد بقى نرسم الاكسس بتاعنا، مش هنقعد نريد كل حاجه كيو ديليفرد واتش ديليفرد والكلام ده كله، ده مش هيحصل. هي كلها كيو مع اتش. بس انت تبقى فاهم لما بتكلم على باب كيرف ده الكيو اللي طالع من الباب والاتش اللي تناظر اللي طالعين من الباب. طيب السؤال بقى التاني ده كده حد عنده سؤال؟ الباب كاركترستيك كيرف دي حاجه انا بحسبها؟ لا. امال بجيبها منين؟ بجيبها معايا من مصر. بجيبها من المانيفاكتشر بتاع الترومبا، يعني اللي صنع لي الترومبا لما بروح اشتري هو بيديني معاه كتالوجات او بيديني معاه كل ترومبا الباب كاركترستيك كيرف بتاعها عامل ازاي؟ فدي مش حاجه انا بحسبها، تمام؟ دي حاجه لازم ابقى جاهزه. طيب لو انا عندي ترومبا والترومبا دي مثلا الكيرفات بتاعتها ضاعت، اعرف انا انزل المعمل اطلع كيرف؟
يديني البامب كيرف، او انا لو ضغط بنزل المعمل اسم. لما بتشتري اي بلومبر بيدي لك حاجه اسمها افيشنسي كيرف، ده علاقه كيو مع الافيشنسي. الافيشنسي بتاعت البلومبر يا جماعه مش ثابته، يعني دلوقتي البلومبر دي لو اشتغلت على كيو الصغير او الكيو الوسطاني او الكيو الكبير الافيشنسي بتاعتها مش ثابته. فانا يعني ايه افيشنسي؟ يعني الاوتبوت على الانبوت، فالافيشنسي بتاعتها مش ثابته لكل كاير من كيو. الافيشنسي متغيره، فبتلاقي ان دي بتبقى حاجه عامله ايه؟ بتلاقي في قيمه معينه في النص، في قيمه للكيو اللي عندها الماكسيمم افيشنسي، محدش يقول 100%. يعني الافيشنسي دي مثلا 80%، ده معناه ان الترومبه دي لو شغلتها على الديسشارج ده ساعتها هتبقى الافيشنسي 80%. لو شغلتها مثلا على الديسشارج ده هتبقى الافيشنسي مثلا 40%، وهكذا. فانت شطارتك بقى انك تعمل ايه؟ انك لو انت بتختار الترومبه ما تختارهاش ان هي تشتغل في الزون اللي الافيشنسي بتاعتها وحشه. معرفش حطوا الكلام ده في المحاضره، لا بس انا فاكر ان دي في حاجه اسمها بس افيشنسي زون. البس افيشنسي زون دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي من الاول فيها هنا الكيو اللي هي عند الايتا ماكسيموم، دي اللي هي بتراوح من 0.8 الكيو لحد 1.1 الكيو. خدتوا الكلام ده؟ حلو قوي. طيب يبقى مثلا انت هيبقى عندك الكيرف، هتشوف اللي هتشوف اعلى نقطه في الكيرف بتاعت الافيشنسي دي عندها كيو كام؟ ترى مثلا 10 متر مكعب في الثانيه. يبقى انا لما اجي اشتري التروبه دي عايز اشغلها من كام لكام؟ يعني تقريبا عايزاه اللي بتشتغل عليه عايز الكيو ديليفري مع الاتش ديليفري تبقى تقريبا في حدود من 8 لحد 11 متر مكعب في الثانيه، اللي هي من 0.8 كيو لحد 1.1 الكيو اللي عند البست افشنسي زون. طيب لو انا شغلت التروبه دي على 7 غلط، هو مش غلط هي بتشتغل، بس ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا بستهلك كهرباء كتير قوي اكتر من اللي انا كان ممكن اجيبها. كان ممكن اشتري تروبه تانيه بتشتغل في بس افشنسي زون، فساعتها يحصل ايه؟ ساعتها انا شغاله بالاقل من نظام بوفر فلوس. ففهمتوا ايه الفكره في البست افشنسي زون؟ تمام. يبقى ده كده كل حاجه ليها دعوه بالبامب كاركترستيك كيرف. حد عنده فيها سؤال؟ مش عايز حد يتلخبط، هنا علاقه ما بين مين ومين؟ كيو ديليفري مع اتش ديليفري. طيب ندخل بقى على حاجه ثانيه، حاجه اسمها السيستم كيرف. يعني ايه بقى سيستم كيرف؟ يعني انا بقول لك مثلا عندي سيستم معين، ده مثلا خزان ايه؟ يا جماعه هو مين اللي بيشوف حد؟ يعني لو في سؤال سألني انا. دلوقتي المواسير دي حاجات بتنزل تعملها كونستراكشن، اه عارفه كله، عارفه كله، عارفه ده
شنطة 8 اف ال على باي سكوير، 8 اف ال على باي سكوير جي، دي اس 5 في الكيو تانية. طيب انا بقول لك فور جيفن سيستم، يعني انا مثبت السيستم، مثبت الكلام ده كله، يعني انا مثبت ايه يا جماعه في المعادله دي؟ مثبتها واحده لا، مثبتها ستاتيك ولا دي حاجه متغيره؟ مثبتها ستاتيك هيد، مثبتها طول المواسير؟ اكيد اه، ما فور جيفن سيستم انا مثبتها طول المواسير، مثبتها الدايمتر بتاع المواسير؟ اه برضه مثبتها الدايمتر بتاع المواسير، بغير حاجه واحده بس اللي هي مين؟ اللي هي الديستورت. فانا بقى بسالك قول يا جماعه لما بزود الديستورت اللي انا عايزه انقله من خزان A لخزان B، الريكوايرد بامبنج هيد هتزيد ولا هتقل؟ لازم هتزيد، المعادله هتكون لازم هتزيد. فاكيد الكيرف بتاع السيستم كيرف هيطلع حاجه منه طالع. طيب عند كيو بتساوي صفر، الهيد الوايد بتساوي كام؟ بتساوي اتش 7. يعني لو انا عايز اوصل نقطه ميه اقل من نقطه ميه من خزان A لخزان B بس تو اوفر كام ستاتيك هيد، محتاج هيد ريكوايرد بكام؟ بس هي الاتش 7. عايزه بعد كده امشي في ستراكشر محترم، ساعتها انا محتاجه ادي انرجي زياده تو اوفر كام الفريكشن او تو اوفر كام النقص اللي عندي. طيب يبقى انا دلوقتي اتفقنا مع بعض ان الكيو بتساوي صفر، الاتش بتساوي كام؟ الريكوايرد هي مين؟ الاتش 7. وبعدين اتفقنا الكيرف ده طالع ولا نازل؟ لازم يبقى طالع. كل ما الكيو ديليفر بتزيد، كل ما الهيد ديليفر هي كمان مالها بتزيد، فالكيرف ده دايما بيطلع شكله حاجه عامله كده. حد هنا حد عنده سؤال؟ تمام مفهوم؟ بص هما الاثنين كيو معاش، يعني انت بعد كده لما تيجي ترسم مش هتقول لي بقى ديليفر ولا ريكواير، هتقول لي هي دي كيو ودي اتش. بس انا بس عشان افهمك الفرق ما بين السيستم كيرف اند بومب كيرف، ايه الفرق بين الاثنين؟ دلوقتي انا بتكلم على الترومبه، هي الكيو دي ريكواير، دي ليها دعوه بالسيستم. لما انت جيت ترسم السيستم سوري البومب كيرف، بصيت ايه السيستم اللي هيتحط عليه؟ لا خالص، انت رحت اشتريت اوضه معينه، شفت البامب كيرف ده جبتها من الكتالوج بتاع الترومبه، او نزلت المعمل رسمت ده، يبقى ده رقم بين مين ومين؟ الكيو اللي الترومبه بتطلعه مع الهيد اللي الترومبه برضه بتطلعه. فعشان كده سميت لك كيو ديليفر مع اتش ديليفر. مش قصدي دي حاجه، في الاخر كيو اتش، بس دي اني كيو اني اتش اللي الترومبه تعرف تطلعه. تمام؟ طيب رحت على السيستم، هو انا لسه السيستم ده بصيت انا هحط له بامب عامل ازاي؟ خالص انا لسه ما حطيتش اصلا بامب. انا عندي سيستم، عندي خزان A خزان B، A اعلى من B، B اعلى من A، ولا تفرق معايا. انا لسه بقول لك ان عندي سيستم ليه ستاتيك هيد معينه وليه طول مواسير معين وليه دايمتر معين. فاكر السكشن هيد او سكشن خدان كنا بنحسب حاجه اسمها ريكوايرد بامبنج هيد؟ كنت بقول لك ايه، ان انا عندي كيو معينه عايزه امشيها من خزان A لخزان B. طب عشان امشي الدستشارج ده كنت بحسب حاجه اسمها اتش ريكوايرد. طب الاتش ريكوايرد دي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي اتش ستاتيك زائد الفريكشن زائد لوكال لوس. وعامل سكشن كامل للكلام، دي بتتحسب ازاي ودي بتتحسب ازاي ودي بتتحسب ازاي. طيب يعني ايه كيو ريكوايرد مع اتش ريكوايرد؟ يعني لو انا نفسي امشي من نقطه A لنقطه B 1 متر مكعب في الثانيه، احتجت هيد قد ايه؟ طلع لي رقم. طب على نفس السيستم انا لسه ما حطيتش ترومبه خالص، انا لسه مش بشوف ترومبه صغيره كبيره عامله ازاي. تمام؟ على نفس السيستم ده لو انا عايزه امشي 2 متر مكعب في الثانيه، الهيد ريكواير كميه الانرجي اللي انا محتاجاها تبقى بكام؟ رحت عوضت نفس الكونسيبت. عشان كده لما جيت اكلمك على سيستم سميت لك دي كيو ريكواير مع اتش ريكواير. في الاخر انت لما هتيجي ترسم هتكتب كيو مع اتش، لا هتكتب لي ريكواير ولا هتكتب لي ديليفري. بس انا بس ليه كاتبه كده كل واحده لوحدها؟ عشان افهمك السيستم كيرف بيعمل ايه والبامب كيرف بيعمل ايه. حد هنا حد عنده سؤال؟ طيب انتوا ممكن دلوقتي تكونوا شايفين الدنيا سهله، بس ما اعرفش ليه كل سنه بعد الكلام ده لما بنيجي نرسمهم الناس بقى بتتلخبط، هو مين الديليفرد ومين الريكوايرد؟ مش كده؟ مهم قوي انتوا فاهمين الخطوه دي. بعد كده الباقي هيبقى سهل. طيب كحسابات بس الكيرف ده ازاي؟ بالظبط، هو قال لك في الاخر هو علاقه بين مين ومين؟ علاقه ما بين كيو
برضه هي سيجما هي ثابته، بس مين بيتغير؟ البيس بيرجع للتي ان جي. وبرضه لو عملت لوك نصب وكسبها بحس ان اقل خلي هي مين؟ الهادي وايت. لما بتيجي تفرض الارقام، تفرض ارقام ارقامك بكام؟ في اي رينج؟ رينج اللي انا خلي السرعه لا رينج اللي انت عايزه. كمسائل بقى حلها ازاي؟ دايما اول رقم عندك لازم يبقى صفر. يعني الكيو انت بتفرض الكيو مش بتفرض الاتش. طيب دايما اول رقم عندي هيبقى مين؟ هيبقى الكيو بصفر. اول رقم دايما هتفرضه دايما في اي مساله تفرض الكيو بصفر. يبقى على طول من غير اي حسابات الهاند ريكواير بيساوي كام؟ هتلاقيه على طول الاتش سام. طيب في حاجه مش انا يا جماعه في المسائل يبقى عندي حاجه اسمها كيو ريكواير. يعني انا بقول لك انا عايز السيستم ده انا عايز انقل 10 متر مكعب من بوينت A لبوينت B. كيو ريكواير دي لازم غصبا عنك تبقى نقطه على السيستم كيرف ولا نقطه على البامب كيرف؟ لازم تبقى نقطه على السيستم كيرف. ما لهاش دعوه خالص بالبامب كيرف شكله عامل ازاي. ممكن انت جاي تقول مساله قوي ما تحققلكش اصلا كيو ريكواير ولا الاتش ريكواير. فايه لو انت بتحسب المساله انا هدي لك مساله بعد كده في الاخر عندي هدف انا عايز انقل ديسشارج معين من بوينت A لبوينت B. ففي نقطه دايما عندي حاجه اسمها كيو ريكواير مع اتش ريكوايرد هما المساله اللي انا عايز احققها. طيب لما بتيجي ترسم السيستم كيرف دي برضه اكيد هتبقى نقطه خلاص انت اوريدي حاسبها كيو ريكوايرد والهيد المناظر اللي هو هيبقى مين؟ الهيد ريكوايرد. لما تيجي تفرض بقى الارقام لازم تفرض نقطه ما بين الصفر والكيو ريكوايرد ونقطه ثانيه اكبر شويه من الكيو ريكوايرد عشان تعرف تحقق الكيرفتش المظبوط. يعني انت خلاص دي نقطه انت عارفها اللي هي النقطه بتاعت الصفر ودي نقطة انت كده كده اصلا حتى لو انت ما حسبتهاش هيطلب منك في المسألة فدي برضه نقطة عندك. فلازم تاخد وانت بتفرض بعد كده بقية الأرقام لازم تاخد نقطة في النص علشان ما ينفعش توصل من هنا لهنا بستريت لاين. فلازم تفرض أي كيو في النص تطلع الاتش من النظرة بتاعتك وتاخد نقطة أكبر شوية برضه عشان الكيرفتش ماله يظبط معاك. هنحل مسألة دلوقتي وهديكم الأرقام دي كلها. بس لحد هنا عنده مشكلة؟ حد عنده مشكلة؟ محصلة الباور بتاع ترومبا لما بروح اشتري ترومبا 10 حصان. يعني ايه 10 حصان؟ ده معناه ايه؟ دي القدرة بتاعت الترومبا ده الباور اللي الترومبا دي تعرف تطلعه تمام؟ طب الباور ده بيساوي ايه؟ جاما في الكيو في الاتش. فالترومبا دي لو طلعت ديسشارج كبير قوي هيجي على حساب الاتش هتطلع الديسشارج الكبير قوي ده بس الهاب صغير. لو طلعت ديسشارج قليل قوي ساعتها هتبقى عارفة تديله هاب كبير. لما لا انا لسه ما كلمتش خالص على الباور. انا لما جيت ارسم السيستم كيرف ما بصيتش اصلا انا جايب الترومبا عامله ازاي. بص يا باشمهندس انا عايز السيستم ده لو انا جبت ترومبا صغيره او جبت ترومبا كبيره السيستم اتغير؟ السيستم كيرف اتغير؟ خالص. عشان كده ما تجيش تقول لي انا كنت راسمه ترومبا معينه. لا السيستم كيرف بيتقسم فور سيرتن سيستم. بعد كده السيستم ده احط عليه ترومبا عامله ازاي؟ ده السؤال اللي بعد كده لسه هشرحه. فسيستم كيرف ده حاجه البامب كيرف ده البامب كيرف ده ليه دعوه بالترومبا. سيستم كيرف ليه دعوه انا على السيستم ده لو مشيت كيو 1 متر مكعب في الثانيه هحتاج هاد قد ايه؟ لو مشيت 5 متر مكعب في الثانيه هحتاج هاد قد ايه؟ لا ده بنعمل حسابات. سيستم كيرف ده ممكن تحسبه مش في المعمل. ماشي بس مش هترسم السيستم هنشرحها لما ترسم. مش هترسم السيستم انت ما تعرفش ترسم السيستم بالسهوله دي. انت هيبقى عندك سيستم معين يعني وهتقعد تغير فيه بالبر ده موضوع تاني عشان ما تحسكش. بس انا دلوقتي بقول لك انت عندك سيستم معين ثابت الاقل ثابت ده عندك ثابت البرجات كلها مفتوحه تعرف تطلع لي سيستم كيرف من الحسابات المفروض اه. قصه المعمل دي قصه ثانيه عشان ما تحسكش. زي ما بقول باور كيرف علاقه ما بين كيو اتش. السيستم كيرف برضه علاقه ما بين كيو اتش. لو انا جيت رسمت الاثنين على نفس الدايجرام ما خلاص مش هقعد بقى اسمي ديليفرد ولا ريكواير. ادي ده هنا الكيو وده هنا الاتش. السيستم كيرف اتفقنا مع بعض شفت عامل ازاي؟ هتبتدي هنا الاتش ستاتيك وطالع ده كده سيستم كيرف. البامب كيرف شكله عامل ازاي؟ هيبقى حاجه نازله بالمنظر ده. فاللي نازل ده اللي هو مين؟ ده اللي هو البامب كيرف. ده اللي هو مين؟ ده اللي هو السيستم كيرف. طيب لما ارسم السيستم كيرف والباور كيرف على نفس الدايجرام هيتقابلوا في نقطه. مين النقطه دي؟ حاجه اسمها الاوبريتنج بوينت. يعني ايه بقى الاوبريتنج بوينت؟ يعني السيستم ده لو انا حطيت الترومبه دي ده الديسشارج اللي هيطلع لي بسميها حاجه اسمها كيو نود او كيو
اصغر شويه الباور بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ بالنسبه للاولاني كله هيبقى نازل لتحت شويه. لو قد ايه يا جماعه مثلا لو دي حاجه اسمها باور واحد، لو انا يا جماعه جبت ترومبه ثانيه اصغر شويه يبقى فين الباور بتاعها؟ هيبقى مثلا حاجه عامله كده، فدي مثلا باور اثنين. يعني ايه ترومبه اصغر؟ يعني الهورس باور بتاعها اقل شويه. طيب فدي مثلا باور اثنين، والهورس باور بتاع مين اصغر من الهورس باور بتاع واحد؟ لو انا حطيت الترومبه الصغيره على نفس السيستم، السيستم كيرف اتغير؟ يعني ده بقى سؤال. طب ما انا السيستم هو لا غيرت محابس ولا عملت حاجه، تمام؟ السيستم اتغير؟ لما انا غيرت الترومبه في اي حاجه اختلفت في السيستم كيرف؟ لا، السيستم عندي هو لما انا حطيت الترومبه الصغيره على نفس السيستم، فين الاوبريتنج بوينت؟ عشان هي برضه النقطه دي بسميها الاوبريتنج بوينت، فدي هتبقى الكيو مع الاتش. فانت جبت ترومبه كبيره، جبت ترومبه صغيره، هما الاثنين هيشتغلوا. هتفرق بس معايا في ايه؟ هتفرق معايا في الاوبريتنج بوينت. ترومبه كبيره اكيد هتطلع لي ديسشارج وهات اكبر، ترومبه صغيره هتطلع لي برضه ديسشارج وهات بس مالهم؟ هيبقوا اصغر. في المسائل بقى ده هيفرق معايا في ايه؟ حاجه اسمها الاوبريتنج اورز. بمعنى فين الكيو ريكوايرد والاتش ريكوايرد؟ هل هي بضروره تبقى اي نقطه من دول؟ لا، الكيو ريكوايرد والاتش ريكوايرد ممكن تبقى اصلا نقطه في النص. دي كانت الكيو ريكوايرد والاتش ريكوايرد. يعني ايه كيو ريكوايرد والاتش ريكوايرد؟ يعني انا في المساله كنت عايزه على سيستم اللي هو اللي انا رسمه هناك اللي هو من اي لبي، نفسي انا الديسشارج قد ايه؟ نفسي انا الديسشارج مثلا 5 متر مكعب في الثانيه، وبال 5 متر مكعب في الثانيه دول هشتغل 16 ساعه في اليوم. طيب لو انا جبت ترومبه كبيره شويه، هل الخمسه دي متحققه؟ لا، انا حققت حاجه اكتر شويه، حققت مثلا 6، يبقى ساعتها هشتغل برضه 16 ساعه في اليوم؟ يبقى هشتغل اقل. طيب لو انا جبت ترومبه الصغيره، ساعتها هل هشتغل 16 ساعه في اليوم برضه؟ لا، ساعتها هشتغل اكتر. فتقرا بقى مسالتك كويس قوي، تشوف الاوبريتنج اورز اللي هو محددها لك، هو قال لك الافرج 16 ف17 اوكي، 15 اوكي، ولا قال لك الماكسيموم 16 فساعتها هبقى غصب عني بشتري ترومبه الاكبر. ده بس اللي هيفرق معاك في المسائل. ففهمتوا كده يعني ايه سيستم كيرف؟ يعني ايه بابل كيرف؟ يعني ايه اوبريتنج بوينت؟ حد عنده كده سؤال؟ هو ايه الفكره مين عند اوبريتنج بوينت؟ النقطه الديسشارج اللي فعلا هيطلع من الترومبه والهيد فعلا هيطلع من الترومبه. لو انا حطيت السيستم ده حطيت الترومبه دي او الترومبه دي، هو ده اللي هيبقى فعلا طارق. او اقل؟ لا مش او اقل، ده اللي كان نفسي احققه. عرفت احققه؟ لقيت ترومبه ليها كيرف يبقى بالظبط معاك من الاوبريتنج من الريكوايرد، ما لقيتش. لقيت ترومبه اكبر شويه من اللي انا عايزاه، ولقيت ترومبه اصغر شويه من اللي انا عايزاه. لو جبت الترومبه الاكبر، فين فعلا الديليفرد ديسشارج والديليفرد هيد؟ هيبقى هو النقطة الأحمر. لو أنا جبت ترومبه صغيرة، هيبقى فين الديسشارج والهيد الفعلي اللي هما هيبقوا ديليفرد باي الترومبه؟ هيبقى هي النقطة دي. فهذا الفيزيكال ميننج اللي معناها، يعني فعلا الترومبه دي لما انا حطيتها على السيستم ده طلع منها ديسشارج قد ايه وطلع منها هيد قد ايه؟ طب لو قللت الكيو عن ده شويه؟ ما هو يعني ايه قللت الكيو؟ غيرت السيستم؟ لا هو السيستم. طيب يعني ايه هتقلل الكيو؟ ما انت قول لي هتقلل الكيو ازاي؟ قفلت بره يبقى غيرت السيستم، لسه هتكلم عليه. تمام؟ بس لو انا لعبت في اي محابس يبقى انا كده غيرت السيستم كيرف. ساعات بقى ممكن يجيكوا اسئله يعني نوعيه بقى المالتيبل تشويس، اللي هو مثلا ايه؟ المواسير اللي عندك ايه؟ لو ده يا جماعه شفت السيستم كيرف مثلا سنه 2017، يجي يسالك طب سنه 2027 يسالك على الديسشارج هيزيد ولا ايه؟ لو ترومبه هي دلوقتي لما السنين قدمت ترومبه اتغيرت، فوجئت ان انت محافظ على القدره بتاعتك، ترومبه الباور كيرف بتاعها هيتغير ولا هيتاثر؟ لا، فالباور كيرف بتاعك هيفضل هو اللي بالاحمر. طيب دلوقتي 2017 و 2027 السيستم كيرف الجديد اتغير ازاي؟ اكتبوا القانون وبصوا عليه شوفوا ايه اللي هيتغير في المعادله. لو دلوقتي السيستم كيرف يعني علاقه ما بين اكشن ريكوايرد وكيو ريكوايرد، هي الاكشن ريكوايرد بتساوي ايه؟ اكشن ستاتيك زائد 8000 على باي سكوير جي دي اس 5 في الكيو تربيع زائد لوك لوك. طيب بصوا كده على المعادله، لما السنين
هيزيد. طب لما الالفا زادت الترم ده ماله؟ زادت. يبقى لو انا دلوقتي بتكلم فور ذا سيم هيد، الكيو زادت ولا قلت؟ بصوا بقى شوفوا الكارت ده، معلش الكارت ده بالعكس، عشان انا الليفر نفس الدستشارج هحتاج هيد اكبر ولا اصغر؟ اكبر. محتاج هيد اكبر. فانت هتيجي تقول طب خلاص لو انا بتكلم على نفس الدستشارج، يعني بتكلم على نفس الخط الراسي، الريكوايرد بامبنج هيد هيزيد ولا هيقل؟ كلكم قلتوا هيزيد. النقطه دي اعلى بيرفكت جديد، لو دي نفس الكيو النقطه الجديده هتبقى فين؟ هتبقى اعلى. يبقى فين الاوبريتنج بوينت الجديده؟ دي هتبقى الاوبريتنج بوينت الجديده، دي هتبقى كيو نوت 2 وده هيبقى اتش نوت 2. يبقى الديليفر ديسشارج فروم بوينت A لبوينت B هيحصل فيه ايه؟ هيقل، بس الهيد بتاعها هيزيد شويه، بس الديسشارج اللي هيوصل لي هيقل، وانا كل اللي هيعمل بيبقى غالبا هو مين؟ الديسشارج اصلا. يبقى ده اللي بيحصل لما المواسير قلت. زي مثلا لو كنت فكرت في اي بيرف، يعني دايما ثبت حاجه وشوف الثانيه هتزيد ولا هتقل، زي المساله اللي جبتكم في الميد تيرم اللي هي بتاعت مانك بروفيشن، مش فاكره ارقامها قوي بالظبط دلوقتي، مش فاكره كانت مديله كام؟ انا عايزه اتكلم الموضوع شويه، كانت مديله كده بيرف تقريبا دايما فاريشن اوف الكيو مع الواي، مش كده؟ ايوه كانت مديله الار مع الكيو مع الواي لشانل معينه، وبعدين بيقول لك ان في شانل ثانيه مانك بروفيشن بتاعها زاد. الكيرف الجديد هيبقى الكيرف اعلى ولا الكيرف اوطى ولا حاجه في النص؟ اكيد اللي في النص ده ولا اي حاجه، اللي هو في الاول هتزيد وبعد كده هتقل ده ولا اي حاجه. السؤال بقى الووتر ده هيزيد او يعني فور ذا سيم ديسشارج الووتر ده هيزيد ولا هيقل؟ فانت عشان تفكر فيها هي حاجه سهله قوي، تيجي تقول ايه؟ انا هثبت الديسشارج، هتقول فور ذا سيم ديسشارج لما بعمل كوفيشن زاد الووتر ده زاد ولا قل؟ المفروض هيزيد. فهتيجي تقول يبقى النقطه اللي على الكيرف الجديد هتبقى نقطه اعلى، فيبقى الكيرف الجديد هيبقى كله اعلى. يعني انت لما تيجي تفكر في اي كيرف اتغير ازاي، ثبت حاجه وشوف تاثيرها على الثانيه ايه. هنا نفس الكلام، ثبت الدستشارج وشوف الريكوايرد بامبنج هيد زاد ولا قل. بقت دي الاوبريتنج بوينت الجديده، بقت دي كيو نوت والاكشن نوت الجديده، فده
البوم كيرف، لكن هل انا كل مره برسم السيستم عامل ازاي ولا برسمه ولا بقربه؟ انا بطلع بس النقطه دي، وانا ضمنيا عارف ان النقطه دي هي تقاطع السيستم كيرف مع البوم كيرف. يعني ايه نقطه مقال؟ انا مش هرسم المعمل، انا لما انزل المعمل انا مش هرسم اصلا سيستم كيرف. ايه؟ لا ما هو ولا هتعمله بالحسابات، هو انا عشان اطلع البوم كيرف محتاجه كل مره ارسم سيستم كيرف؟ قيس كيو مع اتش في المعمل، انا بقيس في المعمل هعرف اصلا الطلب على اي سيستم، هعرف اقيس الدشارج اللي طالع منها، اعرف اقيسه بالهيدروليك باتش، هتعرف قيس الهيد اللي طالع منها، هتيجي تحط تو بريشر جيجز، واحد قبل الترومبه واحد بعد الترومبه، طلعت مين؟ طلعت الهيد، فطلعت كيو مع اتش. انت بقى فقط عارف ان النقطه دي هي تقاطع سيستم كيرف مع بوم كيرف، بس هل انا عايز ارسم سيستم كيرف ولا يفرق معايا حاجه؟ انا عايز النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي عشان بس اعرف ارسم البوم كيرف. انا بقول لك فرضا ان هي سبعه، هي طبعا اكيد بتتغير، بس انا قلت لك دلوقتي ما ينفعش الناس تغير الاثنين مع بعض، بس انا قلت لك يعني فرضا ان الترومبه ثابته، او حتى لما انت اشتريت ترومبه جديده خالص، ترومبه اصلا عمرها الافتراضي اقل بكتير من المواسير، فانت ترومبه تلاقيها مثلا مغيره كل خمس ست سنين، بس المواسير لا بتعيش معاك كتير كتير قوي يعني. هو سبعه عادي، بس انا قلت لك الترومبه هي هي، انا شفتها اشتريت ترومبه جديده زي ده. طيب بعد ما اخترت خلاص الدايره اللي هكمل بيه بقيه المساله، اروح اعمل ايه؟
4 طلع من الاكتيف فيلوسيتي تطلع 1.3 2629 متر بير سكند. لكن بقى الارقام بس للناس كتير قوي كده مفيش ما يستعملها في حسابات كتيره بعد كده. لحد هنا في مشكله؟ سؤال سهل قوي. بعد كده بيقول لك ايه؟ ديترمين ذا ريكوايرد بامبنج هيد وقال لك ما بين قوسين يميني لك اللوك اللص ريحك من دي. زي ما قلت لكم السكشن اللي فات اساله الدكتور لو هو ما جابش خالص سيره اللوك اللص تعمل فيها ايه؟ تنجلات خالص ولا تاخدها 10% من الفريكشن؟ بس غالبا لو هو ما قالش حاجه يبقى تنجلات ولا حتى 10% من الجلات خالص اللوك اللص هو ما جابش شركه خالص. هو هو خلاص ده كده هيحصل. طيب عشان نحسب يا جماعه الهيد ريكوايرد، الهيد ريكوايرد بتساوي ايه؟ اتش ريكوايرد بتساوي ثلاث حاجات، فاضل مع بعض يعني اتش ستاتيك جماعه بعد كده زائد الاتش فريكشن زائد الاتش لوكال. هو قال لك نجلكت اللوكال لوس فدي خلاص نجلكت. انا فاضل لي احسب دي واحسب دي. طب يعني الاتش ستاتيك بتساوي ايه؟ منسوب الهيدروليك جريدينت لاين دليفري تايم ناقص منسوب الهيدروليك جريدينت لاين سكشن تايم. مسائل الخمس يا جماعه دي هفكركم مشكلتها انها تبقى طويله قوي. فانت محتاج تبقى 100 مره وحل كتير. مثلا لما تيجي تحسب القفل ما ينفعش تبقى في اول مره تعوض القانون الكبير بتاع القفل في الامتحان. لازم تمرن نفسك عليه، هو سهل ومش صعب بس كبير بس لازم تمرن نفسك عليه. طيب اتش ستاب منسوب الهيدرولي جريدنت لاين دليفري تايم هو مين؟ هو المساله دي ما حورش خالص فيها هيبقى على طول 142.8 ناقص منسوب الهيدرولي جريدنت لاين سكشن تايم هو 128 طيب ستاتيك هيد من هنا هيطلع خمسة اللي هو 14.2 ميلز. طيب حسبت الستاتيك هيد عايزة بعد كده اروح احسب مين؟ الفريكشن. انا بس ماشية بسرعة عشان الكلام ده قلنا السكشن اللي فات. طب الفريكشن بيساوي ايه؟ 8 اف ال على فاي سكوير جي دي اس 5 2 في الكيو سكوير. هنا يا جماعة بستعمل اني كيو؟ كيو ريكوايرد. انا لسه ما اعرفش الاكتوال ريليشن نقطة ايه النقطة دي. طيب عشان اعوض في القانون ده عندي كل حاجه ما عدا مين؟ الالف. هروح احسب الالف على جنب وعشان احسب الالف محتاج مين؟ محتاج رينولدز نمبر وبحتاج الابسلون على دي. طيب رينولدز نمبر القانون بتاعه على طول هو ايه؟ في دي على نيو. في اللي هي الفلوس اللي بتساوي كام؟ الفي اكشن بقى هي دي اللي هتستعملها اللي هي تبقى 1.3263 فالداوت اللي هو كام؟ بنص مقسومة على النيو. طب مع بعض النيو تاخدها بكام؟ لو هو ما جابش سيرة هتاخدها على 20 درجة مئوية اللي هي هتجيبها من الجدول 1.011 في 10 أس ناقص 6 هتحسب من هنا رينولدز نمبر. حاجة تانية اللي بتحسبها مين؟ الابسلون على الدي. طيب هتجيب الابسلون منين؟ اتفقنا الابسلون هي مين؟ هي الرقم السايت بتاع المنصورة. طب هو ادالك الماتيريال المفروض قال لك ان الماتيريال بتاعتك ان هي ريفورست كونكريت. هتروح تاخد الجدول اللي هو موجود على موديل شارت تدور هي رينفورس كونكريت كانت الابسل بتاعتها بكام؟ قلت لك بس خلي بالك من حاجه الابسل هنا وحدتها بالايه؟ بالملي. فهتلاقي ان رينفورس كونكريت الابسل بتاعتها 0.3 فهتبقى 0.3 على الدايمتر بكام؟ 500 بقى بالظبط لازم يبقى ملي على ملي وتطلع الرقم ده بكام؟ تروح تعوض في المعادله الكبيره قوي تطلع مين؟ تطلع الابسل. فالقفل هنا هتطلع 0.018 تروح تعوض في القانون ده بيساوي 8 اف اللي هي 0.018 في ألف هتجمع الأطفال اللي هو من كلها كلها اللي هو هيطلع لك 12600 8 اف في ألف على باي سكوير جي الدعم اللي هو في نص أس 5 هنا هتستعمل الكيو ريكوايرد اللي هي 0.2604 تمام. حسبت ان هنا مين؟ الفيكشن لوس. فيبقى انت كده عرفت تطلع على طول الريكوايرد بامبنج هيد. دلوقتي طلعت بقى المسألة دي لحد دلوقتي عندك حاجة اسمها كيو ريكوايرد واتش ريكوايرد. تاني عندي كيو ريكوايرد يعني ايه اتش ريكوايرد؟ يعني انا على السيستم ده عايز انا الدستشارج قد ايه؟ نفسي انا الدستشارج اللي هو 0.2604 متر مكعب في الثانية. وعلشان اعمل الديستشارج ده كنت محتاجه هيد قد ايه؟ كنت محتاجه هيد اللي هو طلع 54.87. طب اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اندر بروفايد بامب كاركترستيك كيرف شيت نو ذا سيستم كيرف. هو في نفس المسألة
دي لك كده 4 كوبايات. وهيبقى في دايما نقطة في النص اللي هي بين الـ Q required
في على ايه بقى عملنا الكوارت بتاع اللي هو ميو بتكون لسه حاسبين اللي هو 54.87. لما تيجي بقى تفرض الرقمين التانيين تفرضهم بكام؟ هتاخد واحد في النص ما بين الزيرو وما بين ال 0.26 علشان البريفيتش اللي يطلع مظبوط اه مش هتبقى النص مثلا يعني هتديها رقم قريب او في النص تقريبا ما بين الزيرو وال 0.26 انا لما حسبت احسب تقريبا على 0.15 خلينا نتاكد برضه من الرقم لا حسبت على 0.1 حسبت على 0.1 اخر رقم اخدته كان 0.3 يبقى دي كده الارقام الكيوبات اللي انت هتفرضها اللي على اساسها هتحسب مين؟ هتحسب حاجه اسمها هاد ريكوايرد. طب ايه بقى الحاجات اللي هحطها في النص عشان اوصل في الاخر للهاد ريكوايرد؟ حط القانون قدامك وشوف انت محتاج ايه؟ بيساوي اتش ستاتيك زائد 8 اف ال على باي سكوير جي دي اس 5 في الكيو سكوير. الكيو خلاص مكتوبه عندك. ال ثابت ولا متغير؟ ثابت. ده ال ثابت ولا متغير؟ ثابت. الحاجه الوحيده اللي هتبقى متغيره اللي هي مين؟ الاف. طيب عشان احسب الاف محتاجه احط قناه مين؟ محتاجه احط هنا احسب فيها الفلوس وبعدين هنا اللي بعديها احسب فيها رينولدز نمبر. طب رينولدز نمبر عشان اجيب الاف محتاج رينولدز نمبر ومحتاج الابسن مع دي. الابسن مع دي ثابته ولا متغيره؟ ثابته لان دي بتعتمد على نوع الماتيريال. فخلاص الابسن مع دي ثابته. عندك ريفرنس نمبر ادخل في المعادله او في الشارت طلع مين؟ طلع الاف. بقى عندي الاف اعرف احسب كل حاجه احسب الهيد ريكوايرد عندي الاف. انا اللي بعديها بحسب اتش فريكشن بجمع الاتش فريكشن مع الاتش ستاتيك بحسب مين؟ الهيد ريكوايرد. طيب ناخد بقى ارقام الهيد ريكوايرد على طول هنا هيبقى 0.53 لو انا استعملت الكلوب 4 هتطلع ب 60 زي ما اتفقنا
الترومبه دي يا جماعه لو اشتغلت على الدستشارج ده شغاله في البست افشنسي زون؟ لا شغاله اكبر شويه من البست افشنسي زون. الافشنسي عندها طلع 82% وتش ستيل مش وحش، بس ده مش احسن افشنسي كان ممكن اشتغل بيه. كان ممكن اجيب ترومبه بركه ثانيه خالص تشتغل بطريقه احسن في البست افشنسي زون. الكلام ده انت ما تحسبوش طالما ما طلبش منك في المساله. تمام؟ ده بعد كده عشان لما نيجي نشرح حاجه اسمها الفاميلي اوف كيرز لازم تبقى فاهم يعني ايه بست افشنسي زون. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انا عايز اجيب الاكتوال اوبريتنج اورز بتحسبها ازاي؟ يعني انا بقول لك لو انا كنت اشتغلت الدستشارج اللي هو 2.6 كنت هشتغل 16 ساعه. طب انا حققت 2.6؟ لا انا حققت هنا كام؟ 2.4. لما بشتغل على الدستشارج اللي هو 240 في السنه هشتغل كام ساعه؟ هتجيبها ازاي؟ ايه المعادله هتجيبها ازاي؟ يعني كل كيو 1 في تي 1 بيساوي كيو 2 في تي 2. معادله سهله جدا وما تركزش قوي في الوحدات. الوحدات كيو 1 هي وحده كيو 2، وحدات تايم 1 هي نفسها وحدات تايم 2. طيب كيو 1 اللي انا كان نفسي فيه اللي هو كان بكام؟ اللي هو كان 2.604. طيب الاوبريتنج اورز نمبر 1 اللي هي بكام ساعه؟ اللي هم كانوا 16 ساعه هيساوي كيو 2 اللي انت طلعتها بكام؟ 2.4 في تي 2 يبقى ده كده الاوبريتنج اورز 2 من غير ما احسب. هتطلع اقل ولا اكتر من 16 ساعه؟ اقل. لازم تطلع اقل. فالاوبريتنج اورز هنا هتطلع 18 في 6 اورز بير داي لو استعملت الجروب الاكبر. اشمعنى الكلام ده كله؟ 82% لا ده جايبها من الكيرف. ايوه اشمعنى رقم عشان كده بقول لك ادخل الكيرف. بص يا باشمهندس دلوقتي عندك حد نبيش معاك المره الجايه. عندك الكيرف اهو، هو اول واحد مدي لك البامب كيرفز، ثاني كيرف هو مدي لك الافشنسي كيرف اللي هو الافشنسي مع ديستشارج. طيب انت الاوبريتنج بوينت بتاعتك كانت فين؟ 2.4. تروح داخل هنا بتستارت 2.4 تخبط في الكيرف تقرا الافشنسي عندك كانت بكام؟ هتطلع لك 82%. اول تروما والتاني تروما هيخبط في